مثلا بنات كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. لقيتوني اول حاجه بعدا غنديرها هذا الصباح هو غادي نمشي عند فردوس حيت عندنا رونديفو انا وفوزيه باش نمشيو نصايبوا الرموش. فوزيه حتى هي اللي تقاد الرميشات اليوم. شحال هذه صراحه ما درتهم، شوفوا كاع تما كاع تحيدوا. غادي نمشي باش نقادو ان شاء الله نبارطاجي معكم اكيد نهاري كامل. وصلتني واحد الكولي من عند بيت الخالي شحال وانا كنتسناها غير رجع للدار ان شاء الله نبارطاجيها معكم. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. انا البنات يلا ساليت، شوفوا النتيجه ما شاء الله شحال غزالت. وحشت الرموش عند فردوس والله الا اشك فوا كنجي كيعجبوني. وانتم قولوا لي كيفاش جاوكم، ماشي كثر بزاف غير خفاف ولكن جاو غزالين. كتهني من الماسكارا كما قلت لكم، تبقايش كل شويه قلت ما خرج ديري الماسكارا لشفارك كتفيقيش في راسك مقادين كيولي ماكياج ساهل. وحاجه اخرى البنات راه بزاف كتقولوا لي واش نقدروا نتوضا نغسل وجهنا؟ راه حتى انا كنتوضا حتى انا كنغسل وجهي كندوش راه عادي جدا. غير هو واحد القضيه شنو نوصيكم، ما تبقايش تبان لك الشفره طلعت وتبقاي تنت فيها، لا تبقاي تمشطيهم من الليل الليل تمشطيهم عاوتاني في الصباح المشطه اللي كتكون بيان سيغ ناشفه ما فيها لا ماسكارا لا حتى شي حاجه، وتيبقاو شادين معاك مده طويله. وما شاء الله راه فردوس كتخدم بلاكول باش كتخدم البنات، راه زوينه ما كتحرقش في العينين. ها نتوما عينيا الحمد لله صافيه ما كتحرق ما حتى شي حاجه، وخدمتها زوينه ما شاء الله. واهم شيء انها ما كتشدش الوقت. شوفوا تقدروا تسولوا اي واحد مشى زعما شي بلاصه اخرى وكيصايب الرموش بيرمانون ديال زغبه زغبه ياك اللي كيجيو طبيعيين الملمس ديالهم بحال اللي كتقيس رموشك، راه القليله واقيلا ساعتين 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 ونص ثلاثه السوايع راه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليها يديها خفيفه. فردوس طلعي اختي طلعي، راه بغاو البنات يشوفوك طلعي. هاجي فوزيه نشوفو سلام سلام. هيا فوزيه تا هي صايبتها وجواتها هي زوينين ما شاء الله تبارك الله. هاجي اختي هاجي هلا خطك علينا هيا تنتي هلا خطك علينا هيا خطك احبيبتي والله البنات الا فردوس غزاله وخدمتها غزاله والصالون كترتاحي هي راه كتحشم واخا قال لك الزين تيحشم على زينو هي غزاله تبارك الله. ولا لا خطك الزين ديالي شكرا بزاف بزاف. شوفي راه حشمانه المهم البنات شوفوا بغيتو تهلاو في ريوسكم جوا عند فردوس تهلا فيكم تبارك الله الاداب والصواب وخدمتها ما شاء الله عليها تبارك الله. دابا نخلي لكم النمره ديالها الا بغيتو تاخذوا لي رونديفو ديالكم. يلا دخلت للدار البنات، كاين عندي هنايا لا كوموند ديالي ديال بيت الخليل غادي نشاركها معكم من بعد ماشي دابا. اول حاجه بعدا غنمشي نجمع الدار باش ما نكذبش عليكم. الصباح غير فقت مشيت للرونديفو ديالي عند فردوس هو الاول فردوس الصالون ديال انسبيراسيون بيوتي كما شفتوا معايا حيت عليا الصالون هو الاول. عاد غادي نجي دابا نجمع الروينه، كنت موالفه انا كنجمع الدار بالليل راكم عارفيني زعما كنصبح الكوزينه نقيه وكلشي، ولكن دابا اكادير الناس ديال اكادير عارفين باللي ولاو كيقطعوا علينا الماء بالليل ما عندنا ما نديروا. لا اله الا الله كيتقطع الماء بالليل، يعني بالليل ما تقدري مازال ديري حتى شي حاجه نهائيا، كتبقى لك الروينه حتى لا غد لي. وانا فقط خرجت كما قلت لكم يلا دابا غادي نجمع. غيبان لكم من حاله البالكون شو كي داير، بنتي كتبقى تلعب فيه كتحط لي جوي ديالها. المهم انا ما عنديش مشكل نهائيا من تلعب في البالكون تلعب في الصالون تلعب فين ما بغات، هذه دارهم. انا ما كنبقاش ندير ديك القضيه مع بنتي لا حقا الصالون خصو يبقى نقي ديال الضياف ولا نشري المواعن جداد نقول لا ديال الضياف. انا بالنسبه لي عائلتي هي الاولى، بنتي هي اللي تحس بالراحه في دارهم، احسن حاجه تاكل فيها واحسن بلاصه تلعب فيها. الضياف راه كيجيو عندنا البنات غير مره فشحال كنبقاو مخزنين داك الصالون حتى كيغمال، وكتجي واحد الوقت كتبدلي ما انت خليتي وليدات كيستافدوا منه ما انت استفدتي منه كيبقى ديال الضيف ديال الضيف ديال الضيف. انا بعدا ما عنديش ديك الفكره نهائيا، انا تنقولها لكم والله ما عنديش ديك الفكره. الحمد لله ما كنعز حتى شي حاجه في بنتي تلعب فين ما بغات، راه الجميع ما غاديش يهرب من بعد غادي نجمعوا كلشي اكيد الدره كتون كتعاود تجمع كما قلت لكم البنات. بالنسبه لاكوموند ديال بيت الخليل اللي هو من بعد غنشاركها معكم ماشي دابا، اول حاجه دابا غادي نمشي نجمع الدار ونمشي ندير الزيوت لشعري. الوقيته فاش نكون كنجمع الدار غادي شعري يستافد. ديما تنقول لكم حاولوا تنظموا وقتكم بهذه الطريقه هذه، يعني الناس كتقول لك ما عنديش الوقيته فين ندير الزيت كنبقى ملهيه. انا دابا غنمشي ندير الشغل ولكن قبل هاني شعري كيستافد من الزيوت، غير نسالي ندخل نضربها بواحد الدويشه وبخير، يعني هاني لقيت وقيته لراسي واخا الشقه واخا الروينه. راه كلنا كتكون عندنا الروينه غير باش تعرفوا، راه زعما الواحد غير
وليدي رقيت على راسه وصافي. المهم البنات فاش كنت خارجه دزت الباغا فارماسي هوفمان كاينه في تال برج، واحد الباغا اللي كاينه في تال برج كاينه حدا الناس ديال اكادير غتعرفوا البارفوميري ديال اس او اس بيوتي كنظن غتعرفوا فين كاين في تال برج. جا للشاري كاين حداهم واحد الباغا فارماسي، مشيت ريكوبيريت من عندهم لابغوس ديال فوريو كما كتشوفوا. غادي ان شاء الله نجربها ونهضر لكم عليها، انا مازال ما عرفتهاش كي دايره، كيقولوا عليها بزاف ديال الحوايج اللي زوينين بالحق. انا راكم عارفينني الصراحه راحه كي تنقولوا ما غنكذب عليكم ما غنضحك عليكم حتى نجربها عاد نشوف واش داكشي كامل اللي كيتقال عليها زوين، واش بصح كتعطي لك لا، واش زوينه في الماساج، واش كتدخل لك لي برودوي مزيان للبشره ديالك. المهم عندها بزاف ديال الخصائص، انا كاينه ديال الوجه وكاينه لابغوس ديال الفم حتى هي ديال السنينات باش كيتغسلوا السنينات. المهم من بعد البنات غنشارك معكم هذه حتى هي، انا برك عليكم من بعد من بعد عادي كنتفكر دابا في الروينه ديال الضغط نمشي نجمعها. فاش كنت في الباغا البنات خديت لا كريم ديال ليغا كيما قلت لكم هي اللي كندير لوجهي، ها هي تسالات ليا ديالي ها نتوما كيما كتشوفوا. كيما قلت لكم داك النهار كنت كنعدي غير وحده اخرى، ولكن هذه اللي جاتني بزاف مع البشره ديالي هي هذه، واخا الثمن ديالها شويه طالع دايره 414 درهم غير. والبنات انا بالنسبه ليا بعدا هكا تنفكر اللهم نزيد شويه د الفلوس وناخذ حاجه اللي كتكون دو كاليتي ياك، اولا نبقى ناخذ اللي كان خلاص. نتوما كتاخذوا على حسب النوع ديال البشره ديالكم، كي داير البشره ديالكم، ماشي ضروري نديرو كلنا نفس لاكريم ولا كلنا نفس سميتو. انا بالنسبه للبشره ديالي مختلطه، الحاجه اللي انا كتجيني مع البشره ديالي وكنلقى عليها النفع راني تنبارطاجيها معكم، راه هادشي اللي كاين زعما كل واحد يدير اللي يمسلكو واللي يقدر يشري. وخلاص خديت السيروم ديال نوفيكسبير اللي شكرت لكم ديجا، انا شوفوا غير باش تعرفوا الا شتوني خديت الحاجه وعاود خديتها عارف راه لقيت عليها نتيجه واعره، عرفوا باللي جاتني مع وجهي بزاف ولقيت عليها نتيجه فنه. هذا كنت ديجا بارطاجيتو معكم بزاف البنات اللي شكروه، واللي حتى انا شكرت لكم وغنعاود نشكر لكم واعره البنات. هذا متوفر كنظن جميع لي باغا وجميع لي فارماسي، هذا نوفيكسبير، هذا لا فيتامين سي كديريه من الليل، مهم 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 للبشره، كيعطي واحد ليكلا خطيره بزاف فاش كتفيقي في الصباح، والله الا كيصبح وجهك منور ما شاء الله. هذا زوين، انا بالنسبه ليا بان ليا الفرق من الاستعمال الاول درته بالليل لغد اللي غسلت وجهي قلت واو. فاش تسالت ليا القرعه مشيت خديت واحده اخرى فاش كنت في الباغا. دابا ها هو البنات الجديد، ها هو الثمن ديالو كما كتشوفوا، كاينين صراحه هذا ب 196 كاين اللي كيدير لي 500 درهم 600 درهم على حسب. المهم هذا غير خدوه بعينيكم مغمضين. دابا غادي نمشي بعدا نجمع ندير الزيوت هما الاولين، نمشي نجمع الدار كنعطيكم لي زيتاب. ايوا عاد ديك الساعه نتلاقى بكم باش نوريكم لا كوموند ونهضروا في بزاف ديال الحاجات، وان شاء الله بحال ديما اكيد غتكملوا معايا نهاري كامل. وبالنسبه للزيت اللي كنستعمل انا البنات ديما قبل ما نغسل، راكم وليتو كاملين كتعرفوها ديما تنشاركها معكم، هي الزيت ديال ايسونس كوزميتيك، فيها المزيج ديال 10 ديال الزيوت، واحد الزيت سخونه وخاطره اللي كتقدري تشقي بها شعرك لي غاسين ديال الشعر ديالك. بالنسبه للاطراف تقدري ديري زيوت وحدين اخرين كما كتشوفوا البنات، شوفوا لا تيكستور ديالها كتجي ثقيله وفريمون زوينه وكتعطي نتيجه غزاله الا داومتيها وعطيتيها حقها وعطيتيها وقتها. المدة ديال ساعة راها كافية، ما تخليهاش أكثر من ساعة. هاد القياس اللي درت هنا غادي ندير منه أنا وبنتي، يعني غنشق راسي أنا وغنشق شعر صوفيا وغندير لصوفيا حتى هي هاد الزيوت شعرها من التحت. درت الزيت ديال اللوز الحلو ودرت الزيت ديال لافوكا، وغادي نزيد عليهم الزيت ديال الكو كما كتعرفوا دابا مع وقت البرد زيت الكو كتكون شوية قاسحة، غادي نديرهم فوق ديك الشميعة باش هكدا يدوبوا لي دوك الزيوت، عاد من بعد نديرهم لشعري كما قلت لكم والشعر بنتي. هادو كاملين كيعطيو الترطيب الشعر من التحت وكيغديوه مزيان، راه كيما حنا كناكلو كي درنا الجوع الشعر تا هو راه كيخصنا نغديو وكيخصنا نتهلاو فيه. كيما قلت لكم هاد الكميه اللي درت راها كافيه يعني لشعري وشعر بنتي، نخليوه المده ديال ساعه بمثالي تروينه، وديك الساعه من بعد غادي ندخلو انا وياها باش ندوشو. بالنسبه لصوفيا هنايا كانت كتعاونني وكتغني وكتشطح، المهم راها منساني وفي نفس الوقت قادين غرض. المهم خليكم معايا غادي نسالي الروينه وغادي نكمل معكم.
اخيرا ساليت الروينه، دوزت سبيراتور، دوزت شفيفه على قاع الدار. البنات بغيت نبارطاجي معكم بالنسبه لهاد الشجيره، قولوا لي حتى نتوما الراي ديالكم فيها. انا صراحه عجبتني، كتحمق راه كبيره، ما عرفتش اش واضحه لكم قداش هي. صراحه انا في شتا في لي فوتو ما كنتش كنتوقعها تكون قد هكا، كان كيسحب ليا باللي صغيره، راها كبيره، فيهم بزاف ديال الاشكال ديال البنات. خديتها من عند اوماديك، يلا لقيتو دابا شويه وصلها ليا. كتحمق زوين الشكل ديالها، كتجي على شكل نخيلات بيان سور، راها غير زعما ارتيفيسيال ماشي ديالت بصح. وكيجي فيها هنايا هاد التحت في الدوغي، هاد التحت البنات راه ديال البلاستيك غير باش تعرفوا، راه كبيره كبيره. المهم حتى من بعد نبر لكم قداش قريبه ليا في الطول. طويله راه، مع الكاميرا ما عطيهاش حقها، كما قلت لكم انا فاش شفتها في لي فوتو كان كيسحب ليا صغيره، هي كتجي غزاله. المهم انا حطيتها في هذا الكوان، حاليا مازال ما عرفتش نقدر نديرها زعما نخليها هنايا اولا نقدر نحطها في هذا الكوان الاخر. المهم حتى نشوف ليها شي بلاصه ونقدر نحطها في الدخل هذا الباب اولا نديرها في البالكون، مازال كما قلت لكم ما عرفتش. قولوا لي كيفاش جاتكم، فيهم كما قلت لكم بزاف ديال الاشكال، انا اختاريت هذا الشكل هذا. كاينين ميم دوك اللي كيكونوا قصاورين شي شويه، تبارك الله على ام داك دائما تجيب لنا الجديد، تجيب داكشي غزال ما شاء الله. حاجه اخرى البنات اللي خديت عنده هو هذا الشاريو هذا، شوفوا لي هذا شحال غزال، هذا ما يمكنش ما يعجبكمش، واعر. المهم انا حطيته هنا غير باش نوريكم الشكل ديالو كي كيجي. انت تقدري بيان سور تحطيه في لا شومبر ديالك، ديري عليه اما لي بارفان بحال هكا كيما دايره انا، اولا ديري عليه حتى الحلوه الحلاوي هكذا ديريه في الطبيله ديالك. شوفوا البنات كيحمق 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 زوين، كيجي على شكل شاريو صغيور، فيهم الذهبي فيهم حتى لاجونتي، تاخدي على حسب انت. انا كتعرفوا دائما كنميل للذهبي، اغلبيه ديال المواعين ديالي في الذهبي، داك الشيء كناخذ الاغلبيه في الذهبي. كيجي زوين في الحطه ديالو، وكما قلت لكم تقدري تستعملي لاي حاجه انت بغيتي، وحتى هادو راه فيهم الاشكال. المهم ديما كنحاول نقربكم بالجديد، نحاول نوريكم نبارطاجي معكم شنو كناخذ، حيت انا مبليه بهذا الشيء، كنبغي حتى نتوما نوريكم زعما الا كنتو انتريسي ولا كنتو كتقلبوا على بحال هاد الحويجات فين تقدروا تلقاهم. كما تنقول ديما اوماديك كاين في تيزنيت، المغازان في تيزنيت كيدير لا ليفريزون، مي غير خصك تفوتي بيان سور الثمن ديال 500 درهم، كيكون داكشي بيان اونبالي، كيصيفط لك شي داكشي اونبالي على حقو طريقو، ما تخافيش انه يتهرس لك لا حتى شي حاجه. وخلاص الناس ديال اكادير اما يقدر يصيفط لك في امانه ولا يصيفط لك في الطاكسي. انا كل مره صراحه فين كيصيفط ليا انسان معقول تبارك الله عليه ما شاء الله، التعامل ديالو زوين بزاف الحمد لله. كاع الناس اللي كيتقدموا من عنده كيشكروا لي، تيقول لي هما داك هو نعم الرجل زعما، لا في التعامل ديالو لا في الاخلاق تبارك الله، لا في السلعه اللي كيجيب شي حاجه دو كاليتي، شي حاجه اللي زوينه بزاف. راني تنخلي لكم بيان سور النمره ديالو، الا كنتو باغيين شي حاجه راكم تحت نتوما تقدروا تواصلوا معاه. بعد ما ساليت الروينه بالنسبه للغدا، درت حاجه اللي كتكون ساهله واللي ما غاديش تشد معايا الوقت نهائيا، غادي ندخلها للفران نخليها طيب. درت الحوت، درت فيه سكينجبير طري، شويه ديال الازير، الحامض، الثومه، بزار، شويه المليحه، شويه الخرقوم. صوفيا حتى هي سمعتوها راه جمعت حتى هي لا شومبر ديالها. هنايا الخضره تقدروا تديروا معها اي خضره كما بغات تكون. انا عندي خيزو، عندي شويه ديال القريعه كما كتشوفوا، حتى هما درت لهم شويه ديال العطريه، شويه ديال الزيت، وهذا البروكولي حتى هو. المهم رافقوا باي حاجه، البطاطا مشرمله. ايوا وغادي نغطي على هذا الحوت هذا، غندخل كلشي للفران باش يطيب، الماكله اللي كتكون صحيه البنات، وفي نفس الوقت كما قلت لكم ما كتشدش معكم الوقيته، خصوصا ملي كتكوني مهيه في حاجه اخرى، ديري طاوه بحال هكا ودخلي كلشي، رافقيها بسلاد وعصير، وها هو غديتك موجوده. صافي غادي ندخلو نخليه يطيب ونمشي كما قلت لكم باش ندوز نتلاقى بكم من بعد. لقيتونا يلاه تغدينا، مشيت دوزت كما قلت لكم، ودابا غنشارك معكم بالنسبه لا كوموند ديالي اللي خديت من عند بيت الخليل. كما قلت لكم اول حاجه خديتها ديفيزور، كما كنت ديجا شاركت معكم في لا كوموند ديالي الاولى، قلت لكم بلي هاد لي ديفيزور عندهم كيحمقوا زياده على ان الشكل ديالو راقي وزوين، كيجي غزال في الحطه ديالو في الدوغي، وفيه اللوغو ندير هكا باش ما نعميكمش، فيه اللوغو ديال بيت الخليل هنا كما كتشوفوا، كيجي غزال. هادي راها تسالات، هذا تسالا قد معايا مده طويله، البلاصه فاش كتحطيه فغيم كتبقى عاطيه الريحه كتحمق. عنده بزاف ديال الاشكال في لي ديفيزور، انا وليت اختاريت اولا وليت كومونديت بحال هذا. ها هو مازال ما فتحتو هادو البنات، يا سلام. اصلا اصلا بالنسبه لبيت الخليل معروفين بالجوده ولا كاليتي ديال المنتجات ديالهم، كما قلت لكم المغازن كاينه في فاس وهما كيديروا لا ليفريزون، كيسكتوا اي بلاصه، معروفين تبارك الله بالجوده ديال كما قلت لكم المنتوجات ديالهم. الناس اللي كيتخدموا عندهم عارفين اش كنقولوا بيت الخليل، تنقولوا داكشي الغزال، داكشي راقي، داكشي ديال السمق والتاويل. هذا
غندير لكم شي حويجات اخرين اللي متاكده غيعجبوكم بزاف بزاف. ها هو البنات شفتو خلاص راكم عارفين يجي فيزا كيجيو معاهم العويدات ديالهم كديريهم. هذا راه باقي عامر مزال ما فتحتو غادي ندير فيه هاد العويدات هادو مره مره كتبقاي تقلبيهم باش كتبقى عطيه الريحه. ناري واحد الريحه دابا غير حليت سميت واحد الريحه كتحمق زوينه بزاف. يا سلام شوفوا فيه 150 مليلتر اللي في القرعه يعني راه كتدي معكم مده اللي هي طويله. نحطو هنايا. وخديت حاجه اخرى تعقلوا اخر مره قلت لكم باللي انا كنحمق على لي بارفان ومن بين لي بارفان اللي وليت مدمنه عليهم هاد الايامات فوقيت البرد وكنديرهم بزاف وفين ما كنمشي وكنكون صيطه هاد الريحه هادي كيقولوا لي الناس اش من بارفان دايره حيت فريمون كتحمق. هاد سيلفر عود ديال بيت الخليل هادي مازال ما تسالاتش ليا باقي فيها واحد شويه وليت كومونديت وحده اخرى تيلمو عجباني وكتحمقني كما قلت لكم الريحه ديالها. وحتى بالنسبه لي بارفان عندهم بزاف ديال الانواع. المهم اللي كتثق في ذوقي كيعجبها ذوقي وديجا جربت شي حاجه انا شكرتها لك وعجبتك يعني انا متاكده غتعجبك هذه زوينه يا البنات فنه. يا سلام ورشيت منها دابا واللي عجبني فيها اكثر فاش كترشي رشيشه جوج كتبقى شاده فيك راه ما كتحيدش نهائيا فهم الروايح ديالهم غزالين بزاف بزاف. الحاجه الجديده اللي بغيت نبارطاجي معكم اللي تقدر زعما انا متاكده غتعجبكم وكتقدر تنفعكم حتى نتوما خصوصا الناس اللي بغاو يقدموا كادويات هما البنات بحال هادو. ما عرفتش انا واش واضح لكم مزيان وقيلا كتبان السميه مقلوبه. هذه امينه كما كتشوفوا سميتي وهذا العود القماري. هادو اللي دايرين بها البنات راه العود هذا العود القماري كما كتشوفوا وهذه راه ديال الذهب تقدري ديريها بحال هكا كتجي غزاله في اليد. شوفوا تقدري تكومونديها لراسك بالسميه ديالك ولا تكومونديها لشي حد تبغي تعطيه كادو كما قلت لكم كتحمق واعره. انا خديت لهم بزاف ديال لي موديل غنبارطاجيهم معكم. بغيتهم لخواتاتي خديت لراجلي خديت الناس القراب فين هي بعدا اه هي لا هادي اتسمع لكم الصداع. يلا جات فاطمه جات هي وادم جبت شي حويجات غادي نشاركهم معكم لي تحت هما دوك لي باك اللي كنت صايبات اللي كنت وريتكم اخر مره ولا جبت وحدين اخرين غادي نبارطاجيهم معكم. لقاو تبارك الله يقبل بزاف عند البنات. المهم خليونا في لي برودوي بيت الخليل نشارك معكم بالنسبه لهذا ديال اللي دي نشوفوا البنات الدرجه. المهم شوفوا بعدا ديجا غير لي بواط فاش كيجي وداكشي غزال. كاينين هادو ديال الرجال شوفوا شحال كيحمقوا كيجيو غزال. هادو النقره البنات ياك هادي اللي هنايا خلاص رجع راكم عارفين ما يقدروش يديروا الذهب. هادو راهم ديال النقره ودايرين حتى هما بهاد العود ديال القماري من الجناب. شوفوا كنحاول نقرب لكم الموديل باش تشوفوا مزيان غزالين فنين. انا عجبوني فاش وريتها لراجلي قال لي بصح واعره وغزاله. النقره ديالهم قال لي بلي ما كتبدل حتى شي حاجه كما قلت لكم هما اصلا تيجيبوا زعما لي برودوي دو بون كاليتي النقره ما غادي تخسر حتى شي حاجه وكما قلت لكم دايره بالعود القماري. غنوريكم الشكلات الاخرين انا متاكده غيعجبكم بحال هذا الموديل نيت. ها هو كاين في الذهبي هذا النقره نيت حتى هو غير هو مشلل بالذهب شفتوه هذا ديال النقره وحتى هو مشلل كما قلت لكم بالذهب كيحمق. هذا تقدمي كادو لراجلك كادو لخوك فريمون فنين يا البنات غزالين. انا بدا عجبوني بزاف اكيد قولوا لي حتى نتوما الراي ديالكم. انا غندير واحد التجربه قدامكم باش هكا نشوفوا كاملين واش هذا نيت عود قماري ولا لا. المهم غادي نقطع وحده غنغامر بوحده غادي نحل منها وحده سميتو غادي ناخذها وغنديرها في المبيخره وغادي نشوفوا واش كتطلق الريحه ولا لا. غنوريكم بعدا هذا الموديل الاخر تشوفوه. انا خديت بزاف ديال لي موديل شوفوا البنات كاين هذا الشكل الاخر حتى هو كيحمق واعر. كنحاول نقرب لكم كنتمنى يكونوا باينين لكم مزيان. بالنسبه لهاد هادو تقدروا تاخذوا الموديل اللي نتوما باغيين وخلاص من هنا راه كيكونوا كلهم بحال بحال وفريمون كيجيو فنين كما قلت لكم. انا خديت هذه اللي فيها سميتي نوريكم كي نعاود هذا الموديل الاخر شوفوا هذا غزال شفتوا. انا خديت كما قلت لكم باش هكذا باش نعطي لخواتاتي كاملين شوفوا كتحمق فنين. هادو كاملين البنات راه ديال النقره هادو كاملين اللي انا كنوريكم دابا راهم ديال النقره. خلاص كي نعاود هذا الموديل الاخر شوفوا هذا تا هو كي داير
المهم واحد كينسي كون في الاخر فريمون كيجيو حلوين في اليد ملي كتلبسيهم وشي حاجه اللي شي حاجه اللي مبدله وشي حاجه اللي زوينه بزاف. نعاود هذا الموديل ديال الخميصه, شوفوا هذا حتى هو كي داير الموديل ديال الخميصه فيه هذوك لي زستخا صغيورين حتى هو نقرا بيان سور كله كما قلت لكم نقرا. كاين هذا الموديل الاخر شوفوا لي هذا انا متاكده حتى هو غيعجبكم. شوفوا البنات غزال شتو الشكل ديالو كي داير. خلاص هذا راني لا نوريكم هذا شوفوا كي داير. هادو يقدروا يديروه البنات حيت وحده سامبل وحده فيها لي زيستراس بحال دابا تاخذي لراجلك بحال هذا الموديل وتاخذي تاخذي تنتي بحالو ديروا تصاورات المهم داكشي زوين. شوفوا هذا الموديل ديالو حتى هو كي داير. نتمنى يكون واضح لكم لا هكا غيبان. شوفوا وكاين واحد الموديل الاخر عندي تقريبا واحد 3 موديل. كاين البنات هذا الموديل اللي كيجي بحال شي سنيسله بحال هكذا في القدام شوفوا شحال زوين حتى هو. كاين بحال هذا الموديل اللي وريتكم في الكحل غير هذا في الخضر بحال هذا اللي عاد وريتكم دابا شوفوا هذا هو شحال غزال كما قلت لكم تبارك الله دايرين فيهم اختيارات كثار تقدري تختاري فيا شنو ما بغيتي. واخر واحد هو هذا اخر موديل هو هذا شوفوا عاود هذا حتى هو شحال غزال فن واعرين 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 كما قلت لكم راه موديل كاين سيكون في الاخر. المهم البنات بالنسبه لكوموند ديالي كما قلت لكم كانت هي هذه انا غادي فين هي داك البخره ها هي خديت البخره هذه نيترا ديال البيت الخليل من عندهم كنت خديت هذاك اللي خديت مع البلاطو ها هي الفخره ديالي غادي نشعلها قدامكم وغادي نقطع واحد وغادي نشوفوا كما قلت لكم واش غادي يطلق الريحه ولا لا. هانتوما البنات غادي ناخذ هذا شتو غادي نقطعو حيت هو فيهم دايرين فيهم لاستيك هنايا ها هو قطعتو غناخذ منه حبه ها هو غادي كاع يتشتت ليا كله بانت ليا بدات كطلق الدخان هانتوما والله الا العود ريحتو فنه ما عرفتش واضح ليكم ولا لا حيت درت انا غير حبه وحده باين ليكم البنات هاهو شتو هاهو بدا كيدوب وعطيه منو واحد الريحه ريحه العود ريحه العود القماري عاطيه منو ريحه العود القماري ها نتوما شتو يعني باش تعرفوا بلي فاش كيما قلت لكم انا درت قدامكم هادشي باش هكذا تشوفوا تعرفوا بلي هذا راه العود القماري الفري اللي حنا كنبخرو هما اللي كيكون دايرين بهاد اللعيبات هادو اليد وكتكون فيهم كيما قلت لكم خميسه ولا كتكون شي حاجه من هاد الموديلات اللي وريتكم دابا يا اما ذهب او نقاع على حسب نتيا وشنو بغيتي ولا لمن بغيتي الكادو بيان سور كنتي غتاخدي للراجل راه غادي يكون نقره كنتي غتاخدي للبنت تقدري تاخدي ديال الذهب شتو وريحتو كتحمق فنه كتسالي وي وبخرو صافي هذا ما كان بالنسبه لكوموند ديالي البنات هي هذه شاركتها معكم صراحه هادو حويجات زوينين كما قلت لكم بغيتي تقدمي كادو شي حد ولا بغيتي نيت لراسك نيت تصايبي زعما تاخدي شي حاجه من عندهم وحتى بالنسبه لهذه العنق راني واخداها من عندهم صراحه شحال من واحد كيسولني على هذه ديال الذهب فيها بزاف الاشكال حتى هي هذا راه العود حتى هو بحال هكا وفيه هاد اللعيبه هادي من هنايا كتجي غزاله في العنق كاين عندي انا هادي وكاين عندي حتى ديال اليد راني كنت ديجا شاركتها معكم راهم بجوج هما البنات من عند بيت الخليل هي ديال اليد شفتوها صراحه عندهم دي زارتيكل كيحمقوا كنتو انتريسي راه يصيفطوا لكم خلاص كيصيفطوا حتى لخارج المغرب زعما الناس اللي مساكنينش في المغرب راه حتى نتوما يقدروا يصيفطوا لكم حتى لعندكم هو المهم نجمع هادشي نجمع هادشي ونرجع كل حاجه بلاصتها. ها هي البنات فاطمه كما قلت لكم يلاه جابت لي لي باك غادي البنات كادوات وياه
باش تفرحوا رجالكم ولادكم وعائلاتكم كامله. كما قلت لكم عرفتي راه لقاو اقبال كبير هذوك الاولين اللي كان جاب تبارك الله كاع خداوهم البنات وكانوا عجبوهم بزاف. المهم انا غنوريكم بالنسبه لشنو جابت في الجديد في لي باك. اول حاجه بعدا بحال هذاك انت جيتي داك النهار ياك دخلنا دابا ديال الرجال وما دخلنا جداد وواحد الباك ديال العيالات هو اللي جديد. المهم بالنسبه لهذا كما قلت لكم كنت ديجا شاركته معكم كيجي بحال شي بواط بحال هكا فيه الفوق وفيه التحت كيجي فيه البارفان والكريم من التحت ياك الكريم هذاك اللي التحت فيه كريم ديال الجسم وريحه صغيره اييه هما هادو شدي معايا هما هادو البنات شوفوا شحال غزال الشكل ديالو وكاينين بحال هذاك الباك اللي خديت انا في الاحمر اللي قلت لكم خطيره الريحه ديالو هو في الكري ديال الرجال ديال الرجال شوفوا راه دايره لكم دي بري ريزونابل اثمنه مناسبه الا بغيتوا تاخذوا كادويات في المستوى ودي باك اللي فنين كما قلت لكم بالنسبه لهادو ديال الرجال هذه قالت لي بلي كتفتح ليها كاع فاطمه قالت لي كتحل ياك وكترشي فيها الريحه وكتديرها وسط من هنايا ياك بحال هكا وكتجي مع هادي صابونه يعني بحال صابونه هي بحال صابونه كدار في الوسط وكترشوا فيها الريحه وكتسدوها بحال هكا بحال هكا وكديريها وسط البلاكار اللي فيه الحوايج ديال راجلك فوق ما هكا كيبغي يجبد شي حاجه من الحوايج كيلقاها اصلا معطره فيها ريحه البارفان. زوينه عجبتني الفكره بزاف بزاف تاخديها بحال هكا كما قالت لكم ديروها في البلاكار ومنها كتبقى لك الريحه قوي مجاتو هذا سميتو ديالو فيهم ريحه اللي كتكون زويونه. خلاص كاين هذا الباك هذا رجال حتى هو حتى هذاك رجال هذا فيه جيل دوش وكريم ديال الجسم وباخ حتى رجال عندهم لي كريم ديال الجسم ضروري حتى هما يطلبوا الجسم ضروري. المهم انتم تشوفوا العجب هذا شنو هذا الشيء اخر هذا حتى هو باك ديال الرجال هذا اللي قلت لك واعر عجبني هذا الريحه ديالو فنانه هذا حمقتني الريحه ديالو كبيره وريحه صغيره وهذا نشوف هذا واقيلا جلدوش حتى هو هذا هذه البنات بعدا ريحتها كتحمق زوينه بزاف وشوفوا لي هذا الباك وشحال زوين وشحال فن هذا بعدا هذا انا غادي ناخذ واحد منه حيت عجبني شوفوا البنات هذا شحال غزال بحال شي نجيمه واعر صافي كادو بحال قوز قوز حمق حلي حلي شوفوا البنات فيه بارفان وكريم ياك كريم ديال الجسم وجلدوش وجلدوش حتى هو غزال هذا واعر بعد هذا كاع ما تفلتو ريحته زوينه عجبتني الريحه ديالو بزاف بزاف كاين بحال هذا ديال الرجال هذا لا هذا بحال هذاك الحلينه ديال المجوره اييه وخلاص هذا راه بحال هذا حلي هذا هذا حتى هو ديال الرجال هادي هذه تاهي هي ريحتها زوينه تاهي شميتها ريحتها زوينه اصلا في الحق الروح ديال الرجال بدون استثناء كيكونوا واعرين زعما سواء كانوا غاليين سواء كانوا رخاص وهذا الباك خلاص بحال اللي وريتكم اخر مره هذا تا هو بحال اللي وريتكم اخر مره حلي عاود شوفوا البوشيطه ديالو شحال غزاله راه تقدري تستغلي هاد البوشيطات ملي تحيدي البارفان حيت هادي غير بونجا شتي تحيديها وديري فيها مثلا مكياج المكياج ولا شي وراق ولا شي حاجه هكا المهم زويونه. المهم شوفوا دي باك كيحمقوا عند فاطمه وان شاء الله من هنا لقدام تجيب لكم حتى لي بارفان ديال لي مارك الكبار الا كنتو انتريسي بهم بحال ايف سان لوران ديور شانيل ياك فاطمه غادي ندخلهم كاملين ان شاء الله غندخل لكم لي بارفان تبقى تدخل لكم دي فخي بحال هكا على حساب الكادويات. المهم كنتو انتريسي هادو خلاص راه الاثمنه ديالهم مناسبه تواصلوا مع فاطمه بكم البنات كاملين عندها قناه هي دابا نخلي لكم صندوق الوصف والنمره ديالها نخلي لكم ديزا من هنا وغادي نخلي لكم المرسى عاود في صندوق الوصف تواصلوا معها وان شاء الله تصيفط لكم راه واخا ما تكونوش في اكادير راه تصيفط لكم الامانات ديالكم حتى لعندكم. والمهم حنا انا غنسد معكم الفيديو هنا حيت غنمشيو عند الوالده اليوم غادي تما فين غنباتوا زعما مجموعين غنباتوا مجموعين في الدار عند الوالده ديالي وباش ما تجينيش لا فيديو طويله بلا قياس نقول لكم تهلاو في راسكم شكرا بزاف 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 على الدعم ديالكم وان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم.